انطلاقا من حرص فخامته الدائم على دعم كل ما يخدم أمتنا العربية والإسلامية في شتى المجالات. كما أعرب عن سعادتي البالغة بتواجدي وسط هذه الإقامات الدينية والعلمية والفكرية الجديدة من مختلف أنحاء العالم، مثمنا الجهود المخلصة التي بذلت من أجل إخراج المؤتمر بهذه الصورة المتميزة التي تليق بأهمية الموضوع الحيوي الذي يتصدى له المؤتمر. الحضور الكريم، لقد أصبح الفضاء الإلكتروني قاطرة التطور والنمو البشري وعماد التقدم في مختلف المجالات، كما أصبح شعار المرحلة الحالية والقادمة، ولا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات الحياة تقريبا، مما ساهم في توفير الوقت والجهد وطرح حلولا فعالة لمشكلات عديدة في عالمنا المعاصر. وقد يبدو للوهلة الأولى أن طبيعة تطورات التكنولوجيا الحديثة تركز على مجالات بعيدة عن الخطاب الديني، ولكن الواقع القائم يؤكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة قد تطور في العديد من المجالات.